من أسباب تخصيص شعبان بالصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل عن الصيام في بعض الأشهر، فتجتمع عليه أيام من الأيام التي عهد أن يصومها صلى الله عليه وسلم من النوافل، فيقضي فيصومها في شعبان. لكن هذا في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على التعليل، في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وشعبان إذا قلنا أنه صامه كله أو أغلبه فإنه سيصوم أكثر من 25 يوم. ومعلوم أنه لو قسمنا صيام ثلاثة أيام على كل شهر من كل شهر وفاته صيام ثلاثة أيام في شهر من الأشهر أو شهرين، هذه ستة أو سبعة ستة أيام أو تسعة أيام، ولا تستوعب الشهر كاملا. على كل هكذا قيل إنه كان يشتغل عن الصيام الذي يتطوع به صلى الله عليه وسلم في بعض الأشهر فيقضيه في شعبان.